السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي. اليوم جيتكم في فيديو جديد، فيديو كما نقولوا تقريبا يعجبكم كامل، تحبوا هذا لو جور تاع الفيديو. هذا الفيديو حيكون خارج الطبخ، يعني خارج المطبخ، خارج الروتين تاع الطيابات وكل يوم واش نديروا واش نطيبوا. يعني هذه الحاجه اللي حنتهلاو شويه في عمرنا باش ما نقعدوش غير في الكوزينه وحده، كي تنظم روحها وتنظم وقتها ويكونوا عندك 5 دراري. يعني والله العظيم غير التنظيم تاع الوقت راكي حتعطي شويه لنفسك تتهلاي في روحك، يعني ما يقعدش واحد يجري غير مور الشغل والطياب وهي رايحه. بون، حاجه الاولى واش حبيت ندير لكم روتين تاع الليلي ديالي تاع المنتوجات اللي نستعملها انا الفيزاج ديالي قبل ما نرقد. يعني انا هاد الروتين ملي كنت عاتق، يعني كي كنت في دارنا نستعمل انا هادو مال الروتين، يعني نحب نتهلا في روحي حتى لزواجي شغل كملت شاده في هادو الطريقه تاعي كيفاش نتهلا في لو فيزاج تاعي. يعني ما نقدرش دوكا لا غالب ولا ولف، ما نقدرش انا نرقد بيناتنا، ما نقدرش نرقد وما يلو ما نديرش يلو كان ان كريم دو نوي هكا الفيزاج تاعي، ما لا غالب ما نحمج دوكا ولا فيا عاده شغل وليت ترو مانياك. وهذه هي، وكل واحد كما نقولوا مقدوره، وكل واحد واش يحب. كاين ما يحمش هاد لي برودوي ما يحبهمش، انا ما نقدرش نستغنى عليهم. وكل مره نحب نسيي، ما نحبش نتقيد بالبرودوي واحد، يعني صيغة ونصيبوني حاكمه في منتوج واحد ونعاود نشريه ونعاود نشريه. ساعه على ساعه نحب نبدل حاجه جديده ابار لي ماسك اللي ما نقدرش نبدلهم، باينين لي ماسك اللي نستعملهم. كاين اللي خرجوا عليا وقعت حاكمه فيهم على حساب البيجي، باسكو كاين لي ماسك لي غاليين وكاين رخاص. كيما انا لي ماسك كما يقولوش بريفير نانفيستي فيهم ونطم ونجيب حاجه جديده، حاجه عفوا تكون غاليه ومليحه ومعروفه الفيزاج تاعي نديرها، خير ما نشري حاجه كما نقولو حنا رخيصه ومشي معروفه ومن بعد ينضنا الحاب، ينضنا هذيك ليكزيما ونعشو نخلصو فيها بزياده، يعني نروحو للميديسان سا روفيان كشغل نقولو بلو شيغ. علاش بريفير انفيستي انايا؟ بون، باش ما نكملش عليكم الهضره، ما نطولش عليكم الهضره وما نطولكمش الفيديو، نبدا بالحاجه الاولى اللي نستعملها انايا اون فوا ندخل للدار، سواء كنت خدامه ولا ماشي خدامه هذاك النهار. يعني نخرج ولا ما نخرج قبل ما نرقد، حاجه الاولى في الليل واش ندير؟ اني نغسل وجهي. يعني انا ما نقدرش كيما نقولوا ما نقدرش نرقد ديريكتومون ووجهي ماشي مغسول، باسكو انا من النوع اللي كي نوض الصباح ما ندير اوكان برودوي في وجهي، ما الصابون ما نستعملوش مع الصباح، انا ما نحملوش نشلل وجهي غير بالماء. الوغ في الليل جو بروفيت نستعمل انا هذا اورياج، هدايا هذا راني ملي شريته، يعني راني في عام زواج وشد لي هذا تاع 300 ml، يعني هو الكبير وشريته اذا مانيش غلطه واقي 170 180، ماني اذا مانيش ناسيه في لو بري تاعو. كاين لي برودوي راني شافيه وكاين ماني شافيه سمحوا لي. كيما هذا قلت لكم ملي شريته وديته معايا في لي فاياج كي روحت، وممكن نروح لدارنا ولا نروح لدار، هذا يمشي معايا مالغري كبير سي فري ويجيني شويه كي ترفدو، مي انا يفالي شغل لازم، سينو على بالي بلي ما راهوش حيخلص لي. كيما انا دوكا هذا كمل لي قعد لي يا ربي راه ولا هنا وقيب يكمل لي، راني نستنى كيما نقولوا بفارغ الصبر نكملو باش نشري اون اوتر مارك نسييها. كيما انايا وجهي حاجه الاولى اللي ندير قبل ما نرقد هذا اورياج نغسل وجهي به، يعني نرغون مليح وجهي باش نحي كامل لي امبيرفيكسيون، نحي هذيك الغبره اللي كنا فيها برا هكا باش ما يكونوش عندي لي بوان نوار. من بعد واش نولي ندير؟ نجي انا لهذا غارني، انا ندي ماكي بغارني كيما هادي تاني تاع تروسو تاعي عندها عام، ويعني شدت لي انا في تروسو جبت كامل دي بوتي كبار، قلت باش هكا يشدوا لي. وحنا تعرفوا عوايدنا تاع الناس زمان واش يقول لك؟ يقول لك العروسه زعما عام ما تشريش حاجه ولا عام ما ديمونديش راجلها تقول له شري لي، مي بيسك حنا دوك الله رانا في 2020 داخلين ان شاء الله، يعني راحت شويه هاد العوايد. مي كيما انا ديت حاجه كيما نقولوا تاع عام باش انا بيرسونيلمون انا ما نضرش نشري فيهم. كيما انا هادي قريب تخلص لي تانيك وفيها 400 ml، وكيما هذا غارني دي ماكي تري تري بيان، يعني ما يخلي والو، هذا بور لو فيزاج لي زيو ميم لي لاف، وجاي ان بو غرا، يعني ما راهوش حيوالم كامل البشره لي بشرتها بزاف مزيته، يعني ما راهوش حيوالمها بزاف. مي انا عندي بشره كيما نقولوا ميكسا غراس مختلطه ووالمني شويه، يعني الحق باسكو علاش يعطيني نتيجة رائعة. كوتون ديسك واحد ندي ماكي به كامل الفيزاج تاعي، عينيا سواء نكون دايره ماسكارا واتر بروف لا سا ديبون، يدي ماكي لي تري تري بيان. وساعات كي ما ندي ماكيش بهدايا واش نستعمل؟ نستعمل هذا فينوس، فينوس هذا سي او ميسيلار، هذا صح يدي ماكي مي كيما واتر بروف لا انا ما دي ماكياليش، منقعد غير نضحك ونعاود وتسيبوني نوتيليزي بزاف لي لي كوتون ديسك، يعني نخسر فيهم بلا فايده. يعني ها لا بروف مازال معمر
كيما هذا غارني شريتو كي نهار كي حبسوا لامبورطاسيون خلصتو قولوا 98000 100000 اذا مانيش غلطه، ودوكا راهو يدور بين 140 150 كل واحد كيفاش يبيعو. وهذا فينوس نعرفوه كامل شحال يدير، هذا عطاته لي اختي وما نقول لكم شاتو 25000 بين 25 و 30 يعني ما يديباسيش 30000. هو سي فري il fait son travail دي ماكي مي ماشي كيما حاجه كيما غارني ولا مي كيما نقولوا يسلك. انا قلت لكم اذا ما ديماكيج بهذه حاجه ثقيله ولا باش ما نديماكي بهذايا اوميسي لا غير لو كان جوز بكوتون ديسك، باش كي نغسل بالصابون هذا اورياج نغسل بالجل ومن بعد نحب نزيد نديماكي بهذا باش نزيد نحي مليح كيما نقولوا البقايا زعما سواء قاعد للفراج ولا سا ديبون. بون باش نتفاهموا انا ما نماكيش طول طون مي ساعه على ساعه كيما نماكي والو ندير هكا شويه ماسكارا ولا قلت لكم ندي ماكي بهذا. ومن بعد اون فوا ندي ماكي بهذا واش ندير انا؟ ساعات قلت لكم ندي ماكي بهذا وما الزوج، وساعات نستعمل هذا لولي تاع راني نوريكم لي برودوي لي فريمون عزاز عليا ونستعملهم. وانتوما فوزات با اوبليجي تتقيدوا بالمنتوجات اللي عندي انا، يعني كل وحده والبيجي تاعها وكل وحده واش يساعدها على حسب المقدور ديالها. طبعا انا مقدوري كانوا في هادو ما اللي شريتهم معايا في تولوزو، واكيد هذا لوريال اللي نعاود نشريه ونعاود نشريه وما نقدرش نستغنى عليه باسكو ريحته بزاف شابه. ما نقدر نوتيليزيه صباح قبل ما نماكي ولا كي نوض صباح كي نشلي الوجه بالماء نحب نجوز به بكوتون ديسك باسكو يخلي ريحه شابه الفيزاج ومام يبيض شويه لو فيزاج. هذا تاع دي ماكيون تاع لوريال، هذا جاي لولي، هذا جاي كي الحليب. هادو هما المنتوجات اللي ديماكي بيهم. من بعد وين نروح؟ نروح لهاديه، هادي اوترماد، هادي تاع افن. انا توجور نستعمل هادي نديرها الفيزاج تاعي باش وعلاش باش نحي الكالكير اللي يكون نعرفو كامل بلي الماء حنا اللي في العين فيه الكالكير. الوغ انا باش نحي هذاك لو كالكير من الفيزاج تاعي باش ما نخليهش واش نستعمل؟ نستعمل هاد الماء كيما نقولو حنا جو بشيت هكا كامل في لو فيزاج تاعي ومن بعد نحكم لو كوتون ديسك ونمسح. ولا سبحان الله وتامنوا بالله غير هاديه بزاف مليحه، نون سيلمون منعشه تنعشك هكا سختو في الصيف تكوني ولا ايامات هكا تكوني برا تتهيقلي ولا تقضي دي لو فيزاج تاعك هكا كيما نقولوا حنا تفطن بارده وهايله. انا نستعملها هاديه قلت لكم نمسحها باش نحي نمسح الفيزاج تاعي بها باش نحي كامل هذاك لو كالكير اللي يكون في الفيزاج تاعي. ومن ساعات كي نوض الصباح نستعملها هي مور ما نشلي وجهي نستعملها باش نزيد نحي الكالكير تاعي. انا موالف نستعمل لي كوتون ديسك، وساعات وليت نستغنى شويه على لي كوتون ديسك وليت نستعمل هاد البونجا. هادي ديجا لا بروف اني نستعملها مستعملتها بزاف هاديه، جيت تتبع على هذا الشكل. انا شاريه منهم هادو ما كونتيتي وشريتها 15000 ماشي غاليه، شريتهم شريتهم في تروس وكي كنت نجهز جبت منهم بزاف وحده مديتها وقعدوا لي هادو ما الزوج. هذا اللي نستعمل فيها وشوفوا سبحان الله نشمخها تولي طريه تحت العين كما بيوتي بلاندر تولي طريه. ومن بعد واش ندير انا اذا كنت دايره ماسك ولا نجوز بها نمسح بها ودير لافير كما نقولوا تخدم لك خن كوتون ديسك واحسن، ومام واحد يربح مصروف جيبو لي كوتون ديسك باسكو قد ما تشريهم يا سبحان الله تقولي رانا ناكلوا فيهم يتبحروا يخلصوا. ما فهمتش انايا، اذا كي نتوما كيما انايا قولوا لي. قلت لكم انا هادو هما الوصفات اللي عفوا قعد عقلي في المطبخ والله يا انايا الوصفات روحي برك ليسونسيال هادو هما لي برودوي اللي نستعملهم انايا. قلت لكم واذا ما استعملتش هذا هذه لا مارك تاع افان نستعمل بيان سور الماء الورد اللي ما نستغناش عليه ولازم يكون عندي في الدار. هذا من المستحيل يعني نقدر نستغنى على هذو كاع مثلا الماء الورد يا ناس لازم. ماء الورد هو المليح للفيزاج تاعنا حبينا ولا كرهنا، استعملوه وجربوه مسحوا به الفيزاج تاعكم يعني ما تكونوا قاعدين هكا تجوزوا على الفيزاج تاعكم نوصل مو يبيض وينقي ويرطب. انا نستعمل هذا بيو تاع ابو سعد، هذا شريته 16000 ودوكا وقالوا يدير 20000 21000 مع كل حاجه زادت يعني مام هو زاد نقولوا. هذا جاي اوميسيلار دو روز هذايا ايدغاتونت 3 بزاف مليح، هذا يديماكي تقدري ديماكي به كوم تقدري تمسحي به. انا نجليزيه نمسح به وتانيك نعطيكم تدبيره من استيوس اللي نديرها انايا باسكو انايا لقيت عليها النتيجه. انا وحده كي كنت اونسين كانوا عندي لي حكموني لي زيو سيرني عفوا يعني كانوا عندي هالات سوداء على عينيا. الوغ واش كنت ندير تدبيره؟ كنت نحكم لي كوتون ديسك ونقطعهم على شكل هالات ونعمرهم بالماء ورد هكذا نشمخهم مليح في الماء ورد. بعد واش نديرهم؟ نحطهم في الكونجيلاتور يجمد دوم مليح وفلي قبل ما نرقد اون فوا نيتواي الفيزاج تاعي ويكون مقي يعني نحكم انا هذاك الكوتون ديسك اللي كنت شمخته بالماء ورد ونحطو على هالات ديالي على لي زو سيرني. سي فري مره الاولى تجيك صعيبه شغل يوجعو تحسي شغل عينيك جمدو بصح صدقوني النتيجه ولا غير كيما نقولوا فوريه تم تبان لكم النتيجه. يبداو هذوك السيركيلاسيون تاع لو سون
جو سون تما تاع على هالات السوداء تبدا تبان، تبدا تمشي لكم وينقصوا لكم. انا وحده لقيت عليها النتيجه وواحد مداومه، يعني اشاك فوا داوموا داوموا عليها تغو ماركيو النتيجه. جربوها نتوما ورجعوا لي خبر وخلوا لي في التعاليق. وين حي ثاني كلي طاش من الفيزاج هذا كامل، انعم ما هذا كامل في الماورد، سيوه نتوما ورجعوا لي الخبر. قلت لكم اي فوا نستعمل هادو ما نمسح عينيا بالماورد تانيك ولا الفيزاج تاعي كومبلي بالماورد، واش ندير؟ ندير انا هذا لو فيتامين او عفوا الفيتامين سي هذا تاع سكين كار هذايا غير كيما شريته، ويعني ما نكذبش عليكم ديجا نصفتو او الحق ليه هنا في النص، وهذا سي سور نعاود نشريه باسكو علاش ماشي مزيد. كي ديروه اون ديغ ياكم ياكم ديروه في الماء وريحته كيما ريحه التشينا، التشينا اون ديغ كي حكمه التشينا، وكي ديريها في الفيزاج تاعك يبيض لو فيزاج وينقيه. ميم كي ديريه في الليل وجوزي على الفيزاج تاعك تمسحيه تمتم يشرب لك وينشف لك، كي تنوضي الصباح تلقاي النتيجه هايله. انا وحده سييتو يعني هاد لا مارك ما نكذبش عليكم بزاف مع الاول حقرتها من فينامون ولا غير هايله، وان شاء الله نسيي فيها تاع اليوفيرا باذن الله. قلت لكم اي فوا ندير انا هاد لو سيروم نخليه ينشف، يعني هذا ما يشدليش الوقت تمتم ينشف لي. واش ندير؟ ندير لا كريم دو نوي تاعي، يعني هاد لا كريم دو نوي سيغا ونديرها ساعات ندير هي وما نديرش هدايا، وساعات لا نديرهم في زوج، وساعات العكس ندير هدايا وما نديرش هذا. كيما هادي نيفيا شيتها معايا في تروسو وشدت لي عام سوا سوا، وهاي اللي كي خلاصت لي، يعني هادي سي سور نعاود نشريها. هادي ملي كنت عاتق وانا نشريها، سوا هي كخام دو جوغ ولا كخام دو نوي، هاد لاكام نمشيهم انا كيف كيف لازم يكونوا عندي. ونيفيا معروفه يعني ماشي حاجه حتى نهضروا عليها ولا معروفه من زمان، سختو هاد لامارك بزاف مليحه. واللي ما حبتش هذا السيروم جاها غالي ولا كيما هادي لا كخام نيفيا راني شايفيها شيتها 145000. واش تاني قلت لكم لي بري تاع هادو ما افان يدير تانيك ما نقول لكم 110 112 نال، والله ماني شافي على بالي ما يفوتش 120000. وهادي تاع لوريا قلت لكم دير شريتها بدا ما نشغل طاف 98000 100000. وتانيك هدايا شريتو بين 60، ماني شافيه بزاف لو بري تاعهم. وافون قبل ما كنت نستعمل هذا السيروم واش كنت نستعمل؟ كنت نستعمل فيتامين او نشروه من عند لا فارماسي. انا واش كيفاش نديرو؟ كنت نحكم لا كريم دو نوي تاعي ونحكم حبه هكا فيتامين او نثقبها بايبان ولا بالبلا البرا عفوا، ومن بعد هذاك الزيت تاعها نقطرو لداخل هكا، نحط شويه لا كريم ومن بعد نقطر كامل هذاك الزيت، ومن بعد نحكها هكذا على كف تاع يدي ونابليكيها في لو فيزاج تاعي. يعني الفيتامين او هذا بزاف ضروري، ومام لي ستيتيسيان كامل يستعملوه، يعني ضروري ومفيد جدا للفيزاج تاعنا البشره ديالنا. ونروحو دوكا ديك لي ماسك لي ساعات نستعملهم. كيفاش نقول لكم نستعملهم؟ نبدا لكم بهذا الاول توجور انا في لا مارك تاع لوريال، يعني لوريال ما نقدرش نستغنى عليها. نستعمل هدايا جاي تاع السكر، هذا فيه السكر والعسل ديجا وقيب يخلص له ما قعدليش بزاف. هاوليك فوالا، ويجي مارون داخل وريحته بزاف بنينه، ريح كي نقول لكم بنينه صح بنينه باسكو تحبوا تاكلوها اون دي ريحه الشوكولا هكذا. نحكمو في الفيزاج ونقومي به كامل الفيزاج تاعي بهذاك السكر والعسل اللي فيه الداخل، يقومي لك كامل الفيزاج ديالك. ومن بعد نخليه ان بوم ماكسيموم 5 مينوت في الفيزاج تاعي حتى يذوب كامل هذاك السكر. من بعد واش ندير؟ ديجا لو فات تقعدوا تقومي وهكا ديروا تقعدوا هكا تقومي وعلى يد الفيزاج تاعكم، لو فات ديروه صدقوني شوفوا نوريكم. ديجا ديجا هذاك السكر يدوب في يديكم من لا شالوغ تاع يديكم رايح يدوب. شغل نديرو انا هكا على الفيزاج تاعي ونقعد ندور ندور هكذايا، يعني كيما نقولو دائريه باش نحل كامل لي بوغ ديالي تاع الفيزاج ديالي. نكون بيان سور شللت وجهي بالما سخون هنايا، وشوفوا سبحان الله يدوب كامل هذاك السكر ويولي الفيزاج تاعكم بزاف رطب بزاف، يعني تمسوه بزاف ليس. ومن بعد نشلل الفيزاج تاعي، ومن بعد واش وين نروح باش نعاود نغلق المسامات ديالي؟ باسكو كي نكونو شللنا الفيزاج تاعنا بالما سخون وقوميناه حيتحلوا المسامات باش يتنحاونا كامل لي بوان نوار هذوك. ومن بعد واش نروح؟ نروح لهدايا لو ماس توجور تاع لوريال هدايا، عندي ارجيل بلو انايا. واش ندير؟ هاوليك كاش يجي لداخل، مام هذا ما قعدليش بزاف فيه، يعني هذا تاني كيشد لي راهو في 4 شهور عندي ومازالو شايد لي. هاوليك مازالو معمر، وهذا ريحته يا ناس ديجا شوفوا لو فات حليتو دوكا ضربتني ريحته، معناتها هذا لازم تجربوه بزاف هايل. نحكمو هو بالباسو تاع الفيزاج تاعي، نديروه في الفيزاج تاعي ونخليه حتى ينشف. هذا كي ينشف ماشي كيما لارجي اللي نشروه تاع زمان ونخلطوه بالماورد، هذاك تاني كمل الحال. كل حال انا كيما هذاك ما يوالي منيش بزاف، يدير لي الحب في وجهي ويلي يحرقني.
ومام كي يبس في الوجه ينشف تحسي وجهك من بعد يابس، هذا لا ينشف بصح يقعد توجور فيزاج تاعك طري ما يوليش يابس. يعني ندير انا هذا لو ماسك باش نعاود نغلق لي بور ديالي ونشلل وجهي، واش نقول لكم النتيجه بزاف هايله. نشلل وجهي نمسحو مليح باش ومن بعد نابليكي موراه لو سيروم تاعي هذا الفيتامين سي، وندير لا كريم دو نوي، ولا نقدر نخلطهم في زوج ولا نستعمل واحد فيهم. انا هادو هما اللي نستعملهم يعني، وهادو هما المنتوجات. كيما هدايا شريتو هذا قولوا 200 في الحق نورما يلحق حتى 250 260 نوريال هذا، وكاين اللي يبيعوا قل كيف كيف لو ميم بري بوغ هذايا. واش تانيك ايه هادو هما المنتوجات تاعي اللي نستعملهم، وكنت حابه نبارطاجي معكم هادو هاد الحاجه. قلت بالك نفيد العرايس ولا وحده راهي تجهز ولا مام وحده عاوي تقرا راهي في الدار، يعني باش نفيدها بالمنتوجات نوري لها واش كاين واش ما كاينش، يعني باش هكا تكون هي على بالها كي تروح كي تكون رايحه تشري يكون على بالك واش راكي رايحه تشري، باش هكا ما تسلفلك ما والو. وانا هاد المنتوجات يعني كامل خرجوا عليا، ولي ماسك ما عنديش غير هادو عندي، وان شاء الله باذن الله اذا حبيتو ندير لكم فيديو ونقول لكم واش نوريكم كامل المنتوجات تاع لي ماسك اللي عندي، ونقول لكم اللي خرجوا عليا اللي ما خرجوش. وهذه هي الفيديو تاع اليوم، وان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تكون فدتكم، يا لو كان بحاجه خفيفه وحاجه قليله هكذا. وما تنساوش تابونيو لاباج تاعي انستغرام، راني نخليها لكم في صندوق الوصف ديالي، زوروها وشوفوا اذا عجبتكم انضموا للعائله تاعي الصغيره. وما بقى عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم بزاف بزاف، وان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو تاع اليوم، وتهلاو في رواحتكم كما قلت لكم، ونتهلاو ونتلاقاو ان شاء الله عفوا في فيديو اخر جديد مع قناه نوران. ما بقى عليا غير نقول لكم مع السلامه.